مش مهندس في الصلاة على النبي كده، الكاسيت بتاعك الحلو عشان مشوارنا طويل، اغاني سهلله كده عشان معانا واحد مصدوم عاطفيا. يا عم اللي تشوفه ما خلاص ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. سينا وسونيا ايه؟ مين ده؟ يا عم شغل الكاسيت وما تفتحش بقك خالص. انت بحياتي يا عين ما شوفني زي انت عبيط يا اسطى. يا عم بقولك عايزين نسهلل نسهلل. خلاص ما تزعلش ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. بقولك ايه يابا، اطفي الكاسيت وشغل لنا الراديو، ولو جبت سيرة سينا وسونيا دول تاني نزلنا هنا على اقرب يمين. وهجيب سيرتها ليه؟ ما عادتش تفرق. سؤال رفيع يا باشمهندس بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكسي، هات لنا نجوم اف ام، عايزين نفرح وحشتنا الفرحه. تقلب بينا وتخلص بقى. حاجه سيد انت بتبيعوا على ايه يا سيد؟ سيد يا رب سيد يا رب 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 كل حاجه تعالي وضحكت عليك عشان اصحيك وتنتن تنتن حاجه تانيه يا سيد ما تخاف على نني عينك هو احنا حالتنا حاجه ياما مش هتبطلي حركات يا قلبي ياما ده انت جوزك راجل شهيد المفروض تقعدي تعيط عليه طول حياتك عيط عليه يا حبيبي طول حياتي ده كان بيحبك وكنت مهنياه ومش يقدر يستغنى عنك وهينتهي عذابنا ان شاء الله في ايه يا ام سعيد؟ حرام عليكي اللي بتعمليه في الواد ده انت ايه جرالك ايه؟ مره تقولي له ده بيتهد ومره تقولي له في حريقه ومره تقولي له في تعلق في الحمام هتفقدي الامل في الواد كده وهيموت من الخضه يا ام سعيد انا مش عارفه ايه الحشرات والصراصير اللي احنا معاشرينها دي لا رش نافع ولا عجينه نافعه ولا اي حاجه ده حاجه بقت تقرف اعملي اللي انت عايزاه فيا انا تحت امرك ما الله كناش قرايب يا ام سعيد وام الله يرحمها موصياكي عليا وهي بتلفظ انفاسها الاخيره تحت الانقاض مش الناس موجود عليها الرحمه ان مامك دي ربنا يخفف عذابها انا ما كنتش بطيقها ده ربنا هد البيت مخصوص عشان خاطر تموت امال فين صله الرحم؟ فين صله الرحم؟ حرام عليكي ده انا قلت انت هتاخدي بالك مني عشان يتيم طب ما انا يتيمه ارمي بلايا على الناس سنه بقى عقبال ما تصل وشك بشويه ميه اخلص ربنا على الظالم حرام عليكي ايه اللي بتعمليه فينا ده؟ ايه الارهاب اللي انت عاملاه ده؟ ايه العنطزه اللي انت فيها دي؟ امال لو كنت سواق الطياره ده انت هيلا حته سواق التاكسي دي هي اللي انت عايش على قفاها يا ماما براوي برضو عنده حق يعني لما اروح اتجوز بقى واتقدم النسايب اقول لهم ايه مامي سواق التاكسي طب ما رحتش الجامعه النهارده يا روح مام ما عنديش محاضرات خلاص اخدك معايا استاذ مختار التتش اعرفك على المدرب تحت 19 تتش ايه ياما بس انا قلت لك نفسي ابقى شاعر كبير مش لاعب كوره انت يا ولا اللي ضرالك يا ولا ده ايه العداوه اللي بقت بينك وبين الكوره على كبر دي يا ولا اشحال يا رب لما كنتش متوحمه فيه على ابراهيم وحسام حسن مش كنت توحمتي على احمد شوبير كده كنت بتعترف بسم الله ما شاء الله مذيعه الدنيا طب ما تزعلها ولا ايه اللي حصل دي امك برضه واللي اتكسر يتصلح ولا انت ما رحتش الجامعه ليه النهارده ولا لا النهارده ولا بكره انا اترفدت اترفدت استهدي بالله يا ام استهدي بالله الله اكبر استهدي بالله يا ام والله ما اقصد يا ام الدكتور هو اللي خدني على اخوانا دي زينة مرات هيركليس اترفدت اترفدت خلاص بقيت صايع كده تحوجنا لعمك شيل بقى يقطعني نسيت اقول لك صباح الخير شايف عربية عمك يلا؟
اللهم زلها نعمه ومنحها من الدوام. طبعا يا امه، ما هو الهبش فلوس السمساره والبنوك والفساد غير فلوس ابويا. اللي يركب عربيه زي دي بقى يا سيد يحس بايه؟ بتلاقيها مش عايزه لها سواق قال. نبي نفسي اجربها. جربي ايه بس يا امه؟ نبي اجربها والنبي يا ناس نفسي اجربها وفوت واجربها. ما تحرميش نفسك يا امه. سمو الاميره حنيفه اتفضلي. يخرب بيت حد عمل لك حاجه؟ ايه ده؟ مالكم مالي العربيه؟ تركبوها يا شحاتين يا فاره. ايه يا امه ده؟ انتم؟ انتم هو اللي زي ده يبقى له امه. بطلوا حقد بقى، بطلوا حقد بقى، خلوا عندكم روح رياضيه، سيبوا الغلابه الاغنياء يتمتعوا بفلوسهم. انا مش عايزاك تضيع وقتك معايا وانت هو انت وقتك ملكك. ايه ده العربيه بتولع؟ اجري يلا. بيرفكت. هايل هايل. كل الترتيبات جاهزه يا فندم. ان شاء الله نستقبل خبراء تيبان تاريخي. باربي. يس داد. انا عايزك تاخدي الجروب ده وتعملوا لهم فسحه اثريه. توديهم كل الاثار، كل الاثار، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوكي داد اوكي. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، تعاوننا مع الشركه الاجنبيه دي مهم جدا، هينقل الشركه بتاعتنا نقله فظيعه، لان عندهم تكنيك في الزراعه ما حصلش قبل كده. انا اسف.